احنا نجيب واحد من برا المسرب. ليه؟ نحس انه صعب شوي. مثلا تقعد تصورني كل شوي، ده محمد يخرب، ده محمد كل شوي قاعد يلعبني اتاري على ده. يلا. تاني ده ما فيش اتاري ولا فيش. بس زحم. ده صور برو، ده الدمعة؟ لا. بس الدمعة تاني، ده حوالي 350 أو 450. ايه لك دي ايه؟ لا لك دي ايه لك حالي ده انا برجع الملف موبايل لهي عادي يعني ممكن من متى في الوقت اي وقت؟ لا بس من متى في الوقت الحالي اشتغلت طب وما تروح بيجي بقى نعمل لها كيف تتغير؟ انا ما يتحسب الضباط عادي ده العساكر وال ناس الدكة الغلابة دي هم اللي معاهم اللي أنا مقبل أه تطمن على جم... يعني على أهلك في البلد هم يطمنوا عليك هو حلو الموبايل مش وسخ على فكرة عملي برضه قرب المسافات أه طبعا لو والدتك عايزة تطمن عليك تتصل بيك أخوك والدك كده أنت برضه أي حاجة في البلد عاوزها تتصل برضه تقول لهم حاجة كويسة برضه لغة التليفون العادي اللي في البيت والله عندنا موجود وبفعله 70 جنيه وما بتكلم ان انا بتكلم عن موبايل زي اللي معايا ده انا بتكلم ليه؟ يعني كان مثلا الدكتور احمد حضرتك مره اكلم جماعتنا في البلد ده زمايلي ممكن يرنوا عليا المعلومه بتتكس على بعض يعني بتكس على الدقايق ايوه هو الموبايل حلو كده يبقى موجود معايا في موبايلات ثانية اللي عاملة زي برافو عليك كده ننزل نام تاني كم ها شلون يلا ماشي يلا برافو عليك على خير يلا ها يلا هو هذا الناس كده